والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كالعادة بالحصيلة اليومية لنتائج ترصد الوبائي لداء كوفيد 19 في بلادنا، الحصيلة الخاصة ب 24 ساعة الفارطة، أي ما بين الساعة الرابعة اللي بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه الأحد 17 ماي 2020. هذا 24 ساعة التي أكدت لنا فيها المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري للحالات المحتمل إصابتها ما مجموعه 129 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء هو 6870 حالة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 19 حالة لكل 100,000 نسمة. هذه الحالات الجديدة ديال هذا 24 ساعة اكتشف جلها بجهة الدار البيضاء سطات، وبالضبط بمدينة الدار البيضاء، في بالأساس ثلاثة ديال البؤر اللي أعطتنا ما مجموعه 99 ديال الحالات، مع بعض الحالات الأخرى متفرقة على كل من جهة مراكش أسفي، جهة فاس مكناس، جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط صلاة القنيطرة، ثم كل من جهة بني ملال خنيفرة، الجهة الشرقية، وجهة سوس مسا. ولي يبقى التوزيع ديال النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء مستقرا حسب التوزيع الذي نعلن عليه يوميا، أي أن الدار البيضاء سطات هي التي تحتل المرتبة الأولى، مع هذه الحالات الجديدة أصبحت النسبة تقارب 30%، تليها جهة مراكش أسفي، ثم جهتي طنجة تطوان الحسيمة وجهة وفاس مكناس، ثم بدرجة أقل جهة الرباط صلى القنيطرة وجهة درعا تافلت. هذه الحالات الجديدة لازلنا نكتشفها ضمن عملية الكشف والتحليل الوبائي لدى المخالطين، حيث مكنتنا هذه العملية من اكتشاف 109 ديال الحالات من بين هذه 129 الجديدة، أي بنسبة 84%. في المقابل استبعدت المختبرات الوطنية خلال هذا 24 ساعة ما مجموعه 4824 ديال الحالات التي كان من المحتمل أن تكون مصابة أو ضمن عملية التحري الوبائي والكشف لدى المخالطين، إلا أن التحليلات المخبرية جاءت سلبية فاستبعدت إذن هذه الحالات. مجموع الحالات النشطة، أي التي لا زالت قيد التتبع الصحي ولا زلنا لم نصرح بعد بشفائها، هي 3018، أي بنسبة ديال 8 لكل 100,000 نسمة. فيما يخص الوفيات فلم نسجل بحمد الله أي حالة وفاة خلال هذا 24 ساعة، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بهذا الداء ببلادنا منذ بداياته هو 192 حالة وفاة، ولتبقى النسبة المئوية للإماتة مستقرة في 2.8%. بالنسبة لحالة الشفاء سجلنا بحمد الله تعافي ديال 173 حالة جديدة للشفاء طبقا بطبيعة الحال للمعايير السريرية والإبيديميولوجية والمخبرية التي نعتمد عليها، فيصير بذلك إجمالي
الحالات المتماثلة للشفاء 3660 حالة منذ بداية هذا الوباء، وتستمر بحمد الله النسبة المئوية للشفاء في الارتفاع لتصبح اليوم 53.3%. إذن مجمل ما نلخص به الحالة الوبائية هو هذه البؤر التي أعطتنا جل الحالات ديال هذا 24 ساعة، هذا البؤر اللي في مدينة الدار البيضاء. نتمنى أن نسيطر أكثر فأكثر عن ظهور مثل هذه البؤر، سواء في جهة الدار البيضاء سطات أو بجهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.